وحول هذا الموضوع معنا عبر الساتلايت من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور بشير. وفي البداية يعني هذا التقرير كشف حقائق مخفية في تعامل الدوحة مع شقيقاتها واستغلالها للأزمات كوسيلة تضغط من خلالها لفرض مصلحة ضيقة. هذه المكيافيلية القطرية في العلاقة مع الأشقاء كيف تعلق عليها؟ للأسف الشديد هذا التقرير سيؤدي إلى مزيد من الكراهية لقطر في الأوساط العربية والإسلامية، لأنه كشف المزيد من سوءات قطر والمزيد من مثالب قطر. كان الجميع يقف عند حدود دعم قطر للإرهاب فقط، لكن ربما لم يكن يعلم كثيرون أن قطر اقتضمت أراضي وحقول نفطية من دولة البحرين، من مملكة البحرين، رغم أنها حقوق ثابتة وموثقة لمملكة البحرين. لم يكن كثيرون يعلمون أيضا أن قطر كانت تعتاش وتتكسب من أزمات وأهوال الأمة العربية، سواء احتلال العراق للكويت أو غيرها من الأزمات. نعم. ومن ثم أعتقد أن هذا التقرير وجه ضربة لقطر في الصميم، لأن مثلما نجحت مملكة البحرين في مرات سابقة في إماطة اللثام عن أدلة ثبوتية تؤكد دعم قطر للإرهاب، تكشف هذه المرة أدلة جديدة على انتهازية قطر ورهاناتها على دول غير عربية ودول ربما تكيد للعرب مثل إيران، على حساب علاقاتها بمجلس التعاون الخليجي وبشقيقاتها من الدول العربية والخليجية. نعم. ظني أن هذا التقرير يسلط الضوء على قطر التي لا يعرفها كثيرون، على وجه قبيح للدولة القطرية ولقيادات النظام القطري، لكنه في ذات الوقت يشيد بالعلاقات الحميمية ما بين الشعب القطري والشعب البحريني، وتقدير مملكة البحرين لشعب قطر، وعدم سعي البحرين إلى استغلال كل هذه الانتهاكات القطرية للتنكيل بقطر، لدرجة أن البحرين آثرت أن تستبقي مجلس التعاون الخليجي وأن تحافظ على العلاقات العربية العربية والخليجية الخليجية. نعم. بأن تؤجل طرح قضاياها المشروعة من أجل الحفاظ على بقاء. نعم. مجلس التعاون الذي تسعى قطر إلى هدمه بدعم من إيران. نعم دكتور، يعني الحقوق المسكوت عنها لمملكة البحرين سابقا بسبب خصوصية العلاقة بين الأشقاء، ألا ترى أنه بات من المشروع الآن إعادة ملفاتها والمطالبة بها بعد أن أدارت قطر ظهرها لكل مواثيق الأخوة والجيرة؟ نعم، آثرت مملكة البحرين من قبل الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي، وكانت تتوسم خيرا في الأخوة والصداقة ما بين الدول الخليجية، ومن ثم كانت تظن أن يوما سيأتي سوف يتم طرح هذه القضايا واستعادة الحقوق. لكن قطر أظهرت الوجه الآخر، وهو أنها كانت تنتهز الفرص وكانت تقدم الرشا لبعض المؤسسات الدولية وبعض الأطراف الدولية من أجل طمس الحقوق التاريخية، ومن ثم أتصور أنه قد آن الأوان لفتح كافة الملفات، مثلما تم فتح ملف دعم قطر للإرهاب وظهرت الدعوات لمحاسبة قطر على هذه المساعي والانتهاكات. لابد أيضا من فتح ملفات الحقوق الخاصة بمملكة البحرين وأي دولة من دول الجوار لدى قطر، لا سيما وأنه تم غض الطرف عن هذه الحقوق وتأجيلها إلى فترات. نعم. لاحقة. أعتقد أن الأوان قد آن الآن لفتح هذه الملفات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إما بضغط خليجي عربي إسلامي أو بطرح الملف على المجتمع الدولي والتحكيم الدولي والشرعية الدولية. وأعتقد أن مملكة البحرين تمتلك من الوثائق التاريخية ما يؤكد حقوقها، ومن ثم ستكون المعركة القانونية والقضائية الدولية محسومة لمصلحتها. نعم، من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.